رح نقيس. اليوم رح أشارككم بنصائح حلوة كتير ومفيدة كتير للاهتمام بالشعر. رح أطبق هاي النصائح كتحدي لمدة شهر لشعر صحي كثيف وأطول. بس قبل ما أبلش هذا التحدي رح أقيس طول شعري، وبعد شهر رح أرجع أقيسه كمان مرة وأشوف شو التحسن اللي صار. عشان أقيسه رح أخذ خصلة والمتر، بتقدر تستعملي أي متر، خياطة، مسطرة، أي شيء تقيسي. أشوف طول الخصلة على الآخر، طلع معنا 35 سنتيمتر. خليكم معنا نشوف شو رح يصير بعد شهر. وأول خطوة رح أتبعها بهذا التحدي هي استعمال السيسلي ريفيتالايزينج فورتيفاينج سيروم. وطريقة استعمال هذا السيروم كتير سهلة. تفرقي أول فرق بالنص، بتحطي نقطة، تاني نقطة، وتالت نقطة، وبأصبعك تفركي بفروة الراس عشان تتشربه ونستفيد منه للسيروم. ترجع بتكرري نفس هاي الخطوة على الفرق اليمين، تحطي نقطة، تانية، تالتة، وبتفركيهم. ترجع بتكرريها على الفرق الشمال، أول نقطة، تاني نقطة، تالت نقطة، بتفركي بأصبعك. وهذا السيروم فيه بروتينات وفيتامينات مستخلصة من النباتات، بتنشط فروة الراس، وهي بدورها بتعطيكي شعر صحي وأطول. وعشان تحصلوا على أحسن نتيجة لازم تستعملوا هذا السيروم كل يومين لمدة شهر. في كمان طريقة تانية ممكن تعملي فيها مساج للشعر، وهي المساج بالمقلوب. بتقعدي بتقلبي شعرك وبتعملي مساج خفيف لفروة الراس. هاي الطريقة بتحفز الدورة الدموية وبتساعد على نمو شعر جديد وصحي. الأكل من الأشياء الكتير مهمة اللي بتأثر بصحة الشعر. أول واحد فيهم هو التوت، تاني شي هو السبانخ. التوت فيه فيتامين سي، فيه مضادات للأكسدة وبيساعد على إنتاج الكولاجين وصحة الشعر. والسبانخ فيه فيتامين A، C وحديد. فأنا نصيحتي لكم إنه دايما تحاولوا تحصلوا على فيتامينات كافية من نظامكم أنتوا الغذائي. وتسريحة الشعر شي كتير مهم كمان للحفاظ على الشعر خلال النوم. فأنا عشان أحافظ على شعري بحب أعمل ضفيرة لورا بسيطة كتير، هيك أنا بحمي شعري من التكسر والتلف لما أكون نايمة. وطريقة النوم كمان كتير مهمة، فإذا شعرك طويل حاولي تتفادي تنامي على شعرك، هيك حتى وإنتي نايمة بتكوني حميتي شعرك من التساقط والتلف. صار لي أسبوع عم بستعمل السيروم وصرت شايفة شوية حيوية أكتر بشعري، ورح أضلني ملتزمة بهذا التحدي لمدة شهر عشان أشوف أحلى نتائج. وهلأ مرق أسبوعين على بداية التحدي وصرت شايفة فرق كتير كبير بشعري. خلص التحدي وصرنا بالأسبوع الرابع وصرت كتير متحمسة أوريكم النتيجة النهائية. بس قبل هيك بدي أحكي لكم كيف أنا بصفف شعري، وهو مبلول برش عليه سيسلي فوليومايزينج سبراي. طريقته كتير سهلة، ترشيه على الشعر المبلول بس بعيد عن فروة الراس على الأطراف، بعدين تقدر تسرحيه بالطريقة اللي أنت بدك إياها. حلاوة هذا السبراي إنه بينعم الشعر وبيعطي فوليوم، وفوق كل هاد مضاد للرطوبة. عصشوا شعري وأوريكم النتيجة النهائية. نقيس. وقبل التحدي كان طول شعري 35 سنتيمتر، خلينا نشوف هلا شو صار طوله. صار 37 سنتيمتر، معناها طول 2 سنتيمتر بهذا الشهر. وطبعا مع نظام غذائي صحي والمنتجات الصح ممكن يطول شعر 2 سنتيمتر. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اذا حبيتوا تشاركوا بهذا التحدي وانا بنصحكم تشاركوا فيه، اتركوا لي كيف كانت تجربتكم بخانه التعليقات، وانا بشوفكم بالفيديو الجاي. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب هون، وعشان تحضروا فيديوهات تانية بسوا هون.